اللواء طارق المهدي شخصية ليها خلفية عسكرية، اتولى مهام منصبه باعتباره المحافظ الخامس للاسكندرية بعد ثورة 25 يناير 2011. اللواء طارق المهدي من مواليد 1950، اتخرج من الكلية الحربية واشتغل في مناصب كتير لغاية ما تمت ترقيته الى رتبة لواء سنة 2000. واثناء وجود المجلس العسكري في حكم البلاد كان المهدي مسؤول عن اداره مبنى ماسبيرو، ثم تعين محافظا للبحر الاحمر وبعدين الوادي الجديد ومنه لمحافظه الاسكندريه. خدمه اللواء طارق المهدي في الاسكندريه ما كانتش الاولى في حياته، بعد ما كان خدم قبل كده في معهد الدفاع الجوي بالمعموره، ويمكن ده اللي خلى الشارع السكندري يرحب بوجوده باعتباره على درايه بمشاكل وازمات المحافظه. بعد توليه منصب المحافظ واجه اللواء طارق المهدي أسوأ كوابيس المحافظة وأخطر أزمتها وأهمها العشوائية والبناء المخالف وأزمات المرور المستعصية وملف نظافة الشوارع، ده غير ملفات الخدمات الجماهيرية والمطالب اليومية للمواطن السكندري. مساء الخير على حضراتكم، وبجدد التحية ليكم، وجي معدنا على فقرة مسؤول على الهوى. ضيف النهاردة وضيف حضراتكم هو السيد محافظ الأسكندرية اللواء طارق المهدي، محافظة الأسكندرية عروس البحر المتوسط والمحافظة الثانية بيسموها العاصمة الثانية للجمهورية، محافظة فيها مشاكل متلتلة من سنين. هذا المحافظ بيشرفنا النهاردة علشان شد وجذب، هو حبيبي وصديقي وانا حبيبي وصديقه، بس لازم نطلع بحلقه تفيد حضراتكم وتفيد اهالي محافظه الاسكندريه الكرام. انا بصراحه من عشاق الاسكندريه، وكلت فيها من 3-4 ايام بس ما عدتش عليك، لازم اقول لك انا شفت ايه ولازم تحله. اهلا بيك الاول. اهلا بيك فضل. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وسيادتك طيب ومصر كلها بخير وسعاده. اللهم امين. نبدا باول فقره واسمها القرار. اللواء طارق المهدي محافظ الاسكندرية، ما هو القرار اللي حضرتك ناوي تتخذه ويحمل اخبارا سارة لاهالي محافظتك؟ هو الحقيقة اخبار كتيرة معرفش، لكن نقولها كده تباعا. انت 15/5 هنطرح 6192 شقة في برج العرب، في مدينة برج العرب. مدينة برج العرب 6192 شقة مستكملة. بيتركب لها صرف حاليا بقاله شهرين. مفترض ان كمان شهر يكون خلص صرف، ان نقدم الناس تقدم لها من 15/5. تقدم في المحافظة؟ بتقدم في المحافظة. محافظة. الرسوم قد ايه؟ لا ده الريجوليشنز نفسها بقى. مفيش اي اجراءات عندك دلوقتي؟ انا عندي. طب انا هقول لك شقق تانية. اوكي. انا بقى هسحب كل شهر مجموعة الشقق اللي انا رحت لقيتها. انت عندك مشكلة في مصر كالاتي، انك بتبني شقه وفي احتياج، انما القواعد لا تتطابق مع واشرحها. يعني حضرتك مش موظف حكومه، ما عندكش مفردات مرتب. انت لازم تبقى موظف حكومه وعندك مفردات مرتب عشان تاخد شقه تبع المحافظه، عشان تروح للبنك، عشان البنك يضمن حقوقه. نعم. وبالتالي يبقى في عندنا احتياج وواحد مش شغال وما عندنا شقه. وهذا النموذج موجود، انا بسحبه كل شهر، اسحبه كل شهر لغايه ما نخلص من الشقه دي. 1030 شقه في تصب، 185 شقه في كيلو 26، 23 شقه في مصغير. عفوا حضرتك هتسحبها من مواطنين قدموا وحصلوا على زي. لا لا يا فندم، ما سكنوش لغايه هذه اللحظه. ما سكنوش. امال تسحبها يعني ايه؟ يعني اسحب قرعه يعني. يعني حضرتك تقدم. اسحب التقاليد. لا 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 مش قوي كده. لا يعني انت تقدم فانا اسحب على الدور عشان تبقى في الدور الكام. طب قول لي 1023 شقه في 1030 في توسون، 185 في كيلومتر 26، 23 في مصغير، اضافه الى 6192 دي في برج العرب. في برج العرب ده هتتفتح 15/5. اهالي اسكندريه الكرام، من 15/5 كمان اسبوع تقفوا بالالاف امام مبنى المحافظه
وتسحبوا استبارة التأديب لهذه الشقق بالإضافة ليقف من امبارح في الأرقام الأولانية اللي أنا قلتها 1030 وال 185 وال 23 وأنا بعمل لها سحب كل شهر. حضرتك عارف نفق خالد بن الوليد؟ نعم. عطلان ده بقاله سليل. خلاص افتتحوا بكرة عشان يبقى بكرة 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 أخيرا افتتح يعني عشان الرخامة عشان يدينا 48 ساعة عشان يبقى الإيه الرخامة تتحرك. الاختلاف احنا هنعمل أدي الكوبري أوريدي عليه تجارب دلوقتي اللي هو الماشي الحارتين رايحين والحارتين جايين. خالد ابن الوليد لما بيطلع بقى جزء من الطريق هنعمله زي بازلتي. نعم. بتبقى منطقة سوق ويعدي على طول من نفق مباشر وهنطرح كجرايد بكرة 18 محل في نفق خالد ابن الوليد. 18 محل لبيع الصحف أكشن. لا 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 18 محل عادية محل محلات عادية وهنطرح في الرمل 77 محل. يعني هنبعت والرمل فيها مكان فيها نفق فيها نفق تحت الارض فيها نفق قديم خالص طول العمر يعني ومرفوع كفاءته. ان شاء الله ده لو اعتبرناه قرارات 30 ستة انا بوعد الناس اللي زعلانه مننا وهي داخله اسكندريه وده عمل مجيد هيتفتح طريق الصحراوي اسكندريه اللي هو المدخل احنا بنقعد فيه ساعتين 30 كيلو طالع عنا وعين صح يعني. طب انا هقول لك بس المدخل ده الطبيعي بتاعه في ظروف عاديه يتعمل في 30 شهر اللي بيتعمل حاليا في التوقيتات انا كل الفتره بتاعتي 8 اشهر ونص هناك. نعم. فاقول يعني خدت شهر ونص شهرين على ما عرفنا ان يعني الكلام ده احنا بنتكلم في 6 اشهر اللي انا بحكي عليه ده كان طريق اسكندريه مطلوب له 30 شهر النهارده لو افتتحناه في 30 6 يبقى 7 اشهر انا بتكلم على ايه؟ شركات ايه اللي بتعمله؟ القطاع السابع شركه المقاولين العرب وبحييها على الجهد هنا. ما دخلش فيها جيش؟ لا لا خالص احنا يعني الجيش مركز مع القاهره بختكم يعني اللي هو طارق المهدي لا لا ما هو هو بعد سمع تليفون على رئيس قطاع الهندسه لا هو الحقيقه كمان المقاولين العرب واخده بالذات الحته دي تحدي خالص ده حته بايظه خالص. انت بتتكلم على ايه؟ طب نقول ايه اللي انت بتعمله؟ انا هقول رقم بس تكلفه الحته دي قد ايه؟ 30 كيلو دول 30 كيلو ايه 300 مليون؟ لا قول مليار مليار وهقول لك ليه هتتاكد من رقمي كمان شويه. 30 كيلو اتقلبوا من حارتين ل 4 يعني انتوا ردمتوا على جانبي الطريق عملت كباستي 4 كويس؟ نعم. الجزء من البوابه لغايه المنطقه بتاعت العمريه 30 كان في شويه اعقاد كده ناس متعديه على جزء بالارض لا لا دلوقتي النهارده اتشالت 1/6 الجزء ده هيبقى خلص خالص كويس. الثلاث كباري العلويه بتتقلب 4 حارات 5 كباري سطحيه خلصوا بيتقلب 4 حارات ان معنى كلامك ان الكيلو متر كلف 30 مليون جنيه لا ليه هقول لك عشان الكباري انت على 3 كباري علويه 5 كباري سطحيه والاهم انت عليها بترول وغاز والنت بتاع اوروبا وكهرباء انت بالصدفه هذا الطريق في ارقام ما تتخيلهاش لنقل الحاجات انا في حاجه على مسؤوليتي نقلها بدون ذكرها فضل. لانها تاجلنا 4 اشهر يعني حطينا عليها عايز تقولها؟ لا مش عايز اقولها طيب عشان الناس تتخافش يبقى محافظ الاسكندريه اللواء طارق المهدي بيقول لكل عاشق الاسكندريه ما تروحوش اسكندريه قبل 1/7 لان 30/6 الدنيا هتكون زي الفل. عايز تروح اسكندريه ومزنوق وتصيف وتاخد عيالك روح زراعي. طيب ايه هو القرار اللي اتخذته وندمت عليه؟ طب الاول خلينا في الزراعي. الزراعي احنا فتحنا كوبري ابيسكا العطلان بقاله 3-4 سنين عشان يدخلك من الزراعي. لا انا هكمل بس انا عندي 4 اسئله في القرار. طب القرار اللي اتخذته وندمت عليه وبتفكر في الغائه اجابات سريعه. لا ده احنا بشر في ايه؟ لا ما اقصدش مش يعني انا اقصد 8 شهور ونص ما طلعتش قرار واحد. لا 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 ممكن اكون انا مخطئ بس يعني ما ندمتش عليه بمعنى ان هو. طيب ايه القرار الخطا اللي حضرتك عايز تلغيه؟ اللي انت خدته اللي قبلك خده يعني ده والله ما الجيش لما بيقعد على الكرسي بيقول لك ما خدتش قرار ندمت عليه. لا لا مش كده. هشوف لك حاجه الدرجاتي كل قرارات اللي هو طارق المهدي 8 شهور ونص. طب انا هسالك سؤال لما تاخد قرار وتعمل اقول لك قرار رغم انه يبدو صغير يعني قول
احنا خدنا الاول قرار نعمل مهرجان السينما. نعم. في ظروف البلد مهرجان اسكندريه السينمائي. السينمائي في 9 10 نوصل 16 8 في ظروف البلد كانت لا يمكن تتخيل تعمل مهرجان. نعم. حسابات الـ مش منطقيه انت بتبص لها من منظور بلد. نعم. بتغير حياتها لحياه كويس. في هذا المهرجان كنت مهتم بحكايه انه يبقى فرح. والله ده اللي جاء في ذهني مش انه يبقى فرح بمعنى ايه احتفاليه. فانا مش مرتبط قوي بالذات في الافتتاح بفكره المراسم وان المصورين قاعدين كده والصحفيين قاعدين كده. انا اللي حملت 3 اتوبيسات اعلام عشان تحاول تقعدهم بقى ما قعدوش فبقوا مفاصل بين الضيوف وده كان قرار شخصي ليه. لا دخلته الناس لل انت ترى ان هو قرار ما كانش ينبغي يتاخد بقى. كنت حافظ على 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 القبهة المكان لان انا دايما ببقى مفترض في تعاملي مع الناس ان الطريق ذو اتجاهين بمعنى ان هو هيقدر اللي انا عملته في طيب قول لي قرار انت خدته وشفت ان وسائل الاعلام ما ركزتش عليه بالشكل الكامل. اعتقد في اشياء كثيره. اولهم احنا ابتدانا ازاله المباني في 28/10 يهمني ان 28/10 اللي فات 2013 اخدت بلدوزرات كده زي ما القاهره. احنا في فرق بين اللي هو بيسموه الهدم الامن اللي هو بالديناميت لان انت تقدر تعمله في العجمي مثلا عندنا في النموذج بتاعنا. وفي فرق بين انك بتجيب مقاول هدد ويهد وتجيب جيش وشرطه بنفس المفهوم ده. احنا ابتدانا من 28/10 باربعه مبنى في اليوم. انا كنت محتاج تركيز ليه ردع للي بيبني جديد وكنت محتاج تركيز ان احنا نبقى فيه ضغط ان في الاخر في واحد هيخش السجن لما او ان الدولة بتستعيد بيتها. ده كان بيتم يومي ما افتكروش غير امتى. واحد بسلم عليه مرة كان حصل مشكلة فرحت اشوف شهر 3 اللي فات ده. بس انت يوميا من 28/10 بتهد 4 مش ومش انا حاضر. العميد خالد كشك المسؤول عن الازالات بالتنسيق مع الجيش والشرطة يوميا من 28/10 حتى النهارده مستمر. مستمر بس هدي لك مثال. النهارده هو اتلغى ليه؟ لانه كان بيزيل على طريق اسكندريه لصالح حاجه معينه. كان في منطقه قدام الامن المركزي فيها مشاكل كان بيزيل حاجه معينه في ممكن في سوق في توقيت معين في حاجه في الاوقاف. لكن بشكل عام انت في الشارع بتعمل هذا الكلام اجراء روتيني وما بيقابلش بمقاومه غير في مناظر. يعني مش عايز اقول لك مثلا 10 12 حاله. العيب في ده ايه؟ ان انت لو هذا الشخص اللي بنى انا ليه تعبير كده الجريمه موجوده اللي هو المبنى ده جريمه واللي بناها حد بقى ابتدى ينبهني. احنا عندنا حاجه اسمها الكحول في اسكندريه ان البديل اللي بيمثل الدور عشان يتقبض عليه. الحقيقه ان انا مقتنع ان الكحول ده لازم اسمه كحول الكحول ده لازم يخش السجن. ليه؟ حتى لو دخل 3 4 كحول السجن هتحل المشكله. القانون بيدي لك 5 سنين. فين الثغره اللي بتخليه دايما يهرب؟ انا ما اعرفش. طب الحل البديل السهل اللي احنا بنعمله الاول ده الازاله. فكان يهمني نركز عشان يبقى في الاخر لازم حد يسجن. حكايه الهدد دي لا معنى لها الا اذا وصلت الارض. لانك لما بتهد ممكن يعيد البنى. انا عندي نموذج طب بتعمل ايه بقى؟ بتهد تاني وتهد تالت. لكن في كل مره انت بتقبض على شخص ما توديه القضاء. هذا الشخص محتاج دايره ناجزه تديله سجن اللي غيره مش هيبني. هي الى ان تنتهي ان في واحد خد سجن لانه بنى بيت مخالف الموضوع او النموذج بتاع الصادر كل الادوار دي لصالح الدولة. طيب اذا ازالة المباني العشوائية في محافظة الاسكندرية محافظ القاهرة بيرى انه كان قرارا مهما لكن وسائل الاعلام لم تركز عليه. اخر حاجة في القرار القرار اللي حضرتك عاوز الحكومة تساعد محافظ الاسكندرية لاتخاذه. اقول لك احنا عايزين نوجد آلية للمشاريع الخدمية. بمعنى لو انا بعمل ريسايكلينج محطة ريسايكلينج بتبقى جاية بمواصفات معينة بشخص معين. لو انا طبقت عليها القانون عشان اهرب وهقول لك واحد بعت لي رسالة ما هو في احيانا بيبقى تآمر بالتخويف. نعم. وتآمر بعدم الادراك وتآمر بالتآمر. نعم. فده تآمر بالتخويف اللي هجاوب لك عليه الشبه ده. يعني لما تيجي تعمل محطة ريسايكلينج جاية بمواصفات معينة عشان تنتج كهرباء عشان تنتج بيوديزل عشان تنتج أسمدة تقوم عشان تبقى قانوني تطرحها لمزايدة عشان كل واحد يبقى احنا عمالين نوسع الدايرة وبنستهلك وقتنا. يعني انت عايز الاسناد المباشر؟ ده مش الاسناد المباشر. ما هو الاسناد المباشر هجيب 3 أسعار أخرى. طيب يعني لهذا النموذج الخدمي لازم يبقى فيه آلية للتنسيق بين يعني يبقى مفهوم الشراكه. بس دي ما تتعلقش باسكندريه تتعلق لا بالدوله. انا هكمل لك ازاي. لما تيجي تعمل محطه طاقه شمسيه
او محطه ميه. كويس، انا محتاج الدوله تشتري الميه، تشتري الكهرباء، تشتري، انا اشتري، يعني اقصد يبقى عندي سماحيه ان انا اشتري وابيعها لمن عايز تتعامل بعقليه القطاع الخاص. اصل انت عشان الدنيا تنجز. اصل انت لو انت قلت لي ابني دلوقتي محطه كهرباء، قلت لك بيع، انت هتعرف تبيع، لكن هتخاف تعملها. نعم. طب لكن لو انا دلوقتي خدت القرار كده ان اللي هيعمل محطه كهرباء هبيعه للساحل الشمالي كهربت خلاص واضحه، يبقى انا غليت لدول وسبت الكهرباء الرخيصه لدول. رئيس الوزراء الحالي او اي رئيس وزراء قادم، تحرير سلطه المحافظين واعطائهم مزيد أو من الدولة. الصلاحيات أو الدوله، يعني انا ما عنديش ان في النموذج ده ادي الارض دي لوزاره البيئه تعملها، او ادي دي لوزاره الكهرباء تعملها، ما عنديش مشكله لا انا ولا غيري. يعني هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنواصل حوارنا مع سياده محافظ الاسكندريه اللواء طارق المهدي.